السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي مطبخ ايمان عاطف. لو اول مره تشوفيني مهتمه بالاكل الصحي اللذيذ واكل الدايت، ما تنسيش تشتركي بقناتي وتفعلي اول جرس عشان توصلك كل الاشعارات الجديده. الكيك اللي عملته النهارده كيك صحي يناسب الدايت ومرضى السكر ومرضى حساسيه الجلوتين، زي ما احنا شايفين الكيك هش تماما واقتصادي كمان، اهم حاجة ان هو اقتصادي والمكونات اكيد هتكون متوفرة عندك وتقومي تنفذيه حالا. انا زينته تزيين بسيط كده علشان يفتح النفس، وكمان ممكن تكون حلوة بعد الفطار تحلية صحية في رمضان كمان، يعني ممكن نفطر بقطعة من دي مع كوباية القهوة الصبح، فطار صحي ولذيذ ومشبع كمان. بصوا الكيك هش جدا ازاي، انا كمان ضميته لقائمة التشغيل، عاملة لينك في قائمة التشغيل لكل انواع الكيك الصحي. الكمية بتاعت الكيك دي كبيرة، ممكن تقسموا المقادير على اتنين، وانا كاتبة المقادير كلها في اخر الفيديو. شايفين بقى الجمال، شايفين هشة ازاي؟ تعالوا مع بعض نشوف الطريقة والمكونات، وما تنسوش تعملوا لايك يا بنات للفيديو اذا عجبكم. اول حاجة هجيب البيض، عندي 2 من البيض المتوسط، وما يكونش في التلاجة يبقى برا، ده اهم حاجة في الكيك، 2 بس عشان بس البيض غالي اليومين دول، فهناخد 2 بس. هنضيف عليهم كوب الا ربع من الزيت، نقدر نستبدل الزيت بزبدة هيبقى احلى واحلى كمان. ده كوب من سكر الفركتوز، ممكن لو مريض سكر يستخدم سكر ستيفيا، ممكن تستبدلوه بكوباية عسل نحل، بس ما ينفعش طبعا مريض سكر يعملها بعسل نحل، يعني لو مريض سكر يستخدم سكر ستيفيا سكر الدايت. هنقلب كده البيض مع الزيت مع السكر لحد ما يمتزجوا تماما. دلوقتي هضيف ايه؟ هضيف كوب حليب، برضو ما يكونش ساقع، يكون بدرجة حرارة الغرفة. طبعا ده كوب حليب من ذوع الدسم. شايفين كل التقليب المعلقة، يعني مش هنستخدم مضرب ولا حاجة. ده نص كوب من الكاكاو الخام الغير محلى، كاكاو خام بيتباع عند بتوع مستلزمات الحلواني. قلبت كويس بالمعلقة اهو، سهلة جدا بسيطة. وهحط رشة قرفة، ممكن تستبدلوا القرفة بالفانيليا، بس القرفة هنا لايقة قوي مع الكيك، رشة بسيطة من القرفة. ودلوقتي هستخدم الدقيق الذرة، هستخدم منه 2.5 كوباية. طبعا انا بضيف الدقيق بالتدريج لحد ما نحصل على القوام اللي هتشوفوه دلوقتي. ده اول كوب، طبعا مش كل انواع الدقيق زي بعضها. حطيت معلقة كبيرة من البيكنج باودر، نقلب. وهضيف كمان دلوقتي تاني كوب، ده تاني كوب، وهنقلب. الخليط هياخد معايا 2.5 كوباية، وهتشوفوا شكله هيبقى قوامه عامل ازاي، قوام رائع بصراحة بتاع الكيك دي. هقولكوا كمان هتاخد وقت قد ايه في الفرن، يعني طعمها خطير، يعني ما تحسوش ان هي بدقيق دورة، كأنها بدقيق عادي. يعني كده انا حطيت 0.5 كوباية، يبقى انا كده حطيت 2.5 كوباية من دقيق دورة. طبعا هو صحي وخالي من الجلوتين وكله ألياف، بيساعد على الشبع وبيساعد على فقدان الوزن كمان، ناكل منه على قد احتياجاتنا اليومية من السعرات. بصوا القوام بقى خطير ازاي، بصوا القوام ملوش حل بصراحة، شايفين؟ لو انت بقى تسوي في كيك الومنيوم هتبطنيه طبعا بزبدة ورشة من الدقيق او ورق زبدة. فانا الحقيقة هسوي في صينية بايركس، ف
ممكن تسوي في صينية مقاس 26 مدور أو صينية مستطيلة زي اللي أنا هسوي فيها دي، تقريبا مقاسها 15 في 20 حاجة زي كده. بصوا بقى القوام عامل ازاي، ناعم قوي ومظبوط تماما. فهدخلها دلوقتي الفرن على حرارة 180، هتاخد تقريبا نص ساعة، يعني مش هتفتحوا عليها غير بعد نص ساعة. وهوريكم بقى شكلها في الفرن كمان. طبعا انا حطها في الفرن على الرف اللي في النص. لو عايزين تعملوها بالزبدة بدل الزيت تبقى احلى واحلى كمان. ده بقى شكلها، نقطعها دلوقتي مع بعض. طبعا الكمية دي كبيرة ونقدر ان احنا نقسمها زي ما قلنا، نقدر كلها في اخر الفيديو. ممكن تجربوه في كمية بسيطة بس تكون صينية اصغر من دي. الكيك بقى هش ومش مفرول خالص مع انه كيك ذرة، بس طبعا يعني احلى بكتير من الكيكة الذرة العادية المتعارف عليها يعني. وانا كمان كنت عامله لكم قبل كده كيكه الذره بالبرتقال، وهحطها لكم برضو في صندوق الوصف. كل الكيك الصحي هحطه في صندوق الوصف في لينك قائمه التشغيل، تقدروا تشوفوهم كلهم. كل انواع دي عملت يعني، حتى الحمص والكينوا والشوفان يعني، وجوز الهند واللوز، يعني انواع كيك كتير جدا، وكيك من غير زي خالص. كله هتشوفوه في صندوق الوصف. ده شكل الكيك في النهاية. ان شاء الله لما تجربوه هيعجبكم جدا جدا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشيروا الفيديو لحبايبكم، والمقادير هتظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جديدة قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.